أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أكد نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مايك بينس أن الرئيس ترامب لا يقف متفرجا إزاء ما تخطط له إيران، وأشار بينس في كلمة له بمناسبة ذكرى تفجير مقر المارينز في بيروت في عام 1983 إلى أن حكام إيران هم من أمروا بهذا الهجوم، لافتا إلى أنه سيتم إعادة بناء الجيش الأمريكي في عهد الرئيس دونالد ترامب. قتل 6 متشددين على يد قوات الجيش المصري في عملية دهم نفذتها قوة عسكرية لبؤرة إرهابية في محافظة شمال سيناء. وقال المتحدث العسكري في بيان إن العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة أسفرت أيضاً عن التحفظ على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة الإرهابيين. فازت الصحفية السورية وعد الخطيب بجائزة روري بيك البريطانية المرموقة التي تحظى بتقدير عالمي وتكرم كل سنة أفضل مصوري الفيديو الصحفيين المستقلين. ومنحت الجائزة للخطيب لتصويرها فيلما مروعاً داخل مستشفى في مدينة حلب في عقاب قصف مدمر على المدينة. حث وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الحكومة العراقية والمسؤولين في إقليم كردستان العراق على حل الأزمة بين الطرفين بشأن تقرير مصير الأكراد والأراضي المتنازع عليها عبر الحوار. وعبر تيلرسون خلال زيارته للعاصمة بغداد ولقائه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عبر عن حرص بلاده على وحدة ورخاء العراق. حذر وزراء دفاع الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية من أن برامج تسلح كوريا الشمالية تشكل تهديداً غير مسبوق وخطير على أمن بلادهم. وتعهد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس ونظراه نظيراه الآسيويان بتكثيف الضغوط الدبلوماسية على نظام بيونغ يانغ بالتوازي مع تعزيز تعاونهم العسكري خلال مباحثات أمنية عقدوها في الفلبين. تستعد إسبانيا لحرمان الحكومة الكتالونية المتمردة من مواردها المالية باستعادة كامل عائدات الضرائب التي تحصلها، ما يمنع الرواتب عن مسؤوليها وكذلك وسائل تمويل أي حملة انفصالية. وفي مسعى لوقف انفصال كتالونيا يصوت مجلس الشيوخ الجمعة على إجراءات أعلنتها الحكومة لانتزاع سلطات الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي. الموجز، إلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب، وليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، وإن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.